وحول استمرار الأزمة بين الصدر والإطار التنسيقي بعد تصاعد التوتر والمواجهات بين ميليشيا العصائب وميليشيا السرايا في البصرة، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث والسياسي عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. أنتم ومشاهديكم الأكارم، حياكم الله. كما سينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من البصرة الكاتب والباحث العراقي الدكتور حسين الشمري. أبتدأ معك أستاذ عبد الله، يعني اشتباكات جديدة بين ميليشيا سرايا والعصائب بعد اغتيال أحد منتسبيها، كيف تقرأ الرسالة التي أرادتها ميليشيا العصائب من اغتيال أحد منتسبي ميليشيا سرايا بعد أن بدأت الأمور تهدأ في بغداد؟ الأحداث التي أدت إلى اشتعال القتال فيما بينهم في البصرة هو ارتداد لما حدث في المنطقة الخضراء بعد استقالة مقتدى الصدر، وبدأ الهجوم على المتظاهرين. مثل ما قلنا سابقا أن سرايا السلام دخلت للدفاع عن المتظاهري التيار، فبالمواجهة الأولى ما بين التيار وجماعة الحشد وأمن الحشد، وأغلبهم كانوا الذين استهدفوا المتظاهرين هم جماعة العصائب، فبالتالي العصائب انكشفت وانفضحت فضيحة كبيرة أنهم غير قادرين على الصمود أمام السلاح القريب، فبالتالي استحدثوا مشكلة بعد انتهاء الصدر وإعطاء أوامر بالانسحاب الكامل من المظاهرات. شعروا أن هناك خيبة وانكسار نفسي إلى التيار، فأرادوا استثمار هذا الانكسار وإن لم يتظاهروا به جماعة التيار، لكن هي حقيقة كانت خيبة وانكسار نفسي، فأرادوا استثمار ذلك في البصرة، فقاموا بعملية اغتيال أحد عناصرهم وهو جالس في مطعم في البصرة مع عائلته، وأدى إلى جرح آخر. هذا الأسلوب هو نفس اللي قتلوا فيه كل المتظاهري تشرين والأبرياء، وهذا الأسلوب هو الوحيد اللي قادرين. هم حاولوا إعادة وضعية نفسية جديدة لهم على أنهم قادرين على الصمود أمام في القتال الشخصي أو المباشر الذي انهزموا فيه هزيمة فظيعة داخل المنطقة الخضراء، فأرادوا استغلال هذه الفرصة، ولكنه بالعكس لما هجموا جماعة الصدر مرة ثانية عليهم في مواقع القصور الرئاسية، لأنهم هم الذين سيطرون على القصور الرئاسية في البصرة، أيضا لم يتمكنوا من البقاء في المنطقة، ف ولوا هاربين. وبالحقيقة يعني هي محاولة لإثارة مشاكل أخرى يعني إلى الصدريين وجرهم إلى مواقع على أنهم هم الضعفاء الآن، ويمكن استدراجهم، يمكن قتلهم، يمكن الهيمنة عليهم وتخويفهم. لكن العصائب حقيقة يعني اليوم في موقع حرج، يعني أمام كل الناس ظهروا هم القتلة الحقيقيين لكل المظاهرات، والناس الأبرياء هم قادرين فقط على ناس أبرياء أو إنسان غير قادر على الدفاع عن نفسه في لحظة قاعد في مطعم ويدخلون عليه ويقتلوه. هذه هي أساليبهم، هذه هي الشجاعة التي يمتلكوها لا يمتلكه غيرها. وكما هناك مثل عراقي نأسف أن نقوله، يعني لا نقوله على مسامع المشاهدين، يعرفون هذه الطريقه العراقيين في هذه الوسيله من القتل. ف لم يروا يعني هذه الهزال اللي جاءت بها ميليشيات العصائب ارتدت عليهم ارتداد كبير. نعم، انتقل الى دكتور حسين الشمري. يعني دكتور، هل برايك هل اراد الاطار التنسيقي فتح جبهه جديده في المحافظات، وهل من مصلحته توسيع رقعة المواجهات؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حياكم الحقيقة البصرة عبر تاريخها كانت مدينة سلام ووئام وتعايش إنساني راقي،
ولكن ما تعرضت له من ويلات الحروب والمشاكل الأخرى، الحقيقة البصرة تقريبا فقدت هويتها. وبالتالي فإن الذي جرى من 2003 إلى الآن هو ارتفاع صوت القتلة على صوت الحق وصوت القانون وصوت العدل. السلاح المنفلت هو المشكلة، هو السبب، والسبب يعود إلى ضعف الحكومات التي تعاقبت على السلطة من 2003 إلى الآن، لم تضع حدا لمعالجة هذه الحالة. الآن الانتقال هو يعني هي عملية الصراع التي جرت قبل أكثر من شهر، هي كانت عملية صراع إرادات. أما الآن وحينما تحولت إلى المحافظات وبالذات إلى محافظات الجنوب، الآن أنا بتقديري هو صراع حوزات. يعني الآن الصراع بين حوزة النجف وبين حوزة قم، هذا هو الصراع، هذا هو الصراع الحقيقي الآن. الذي جرى اليوم هو تطبيق لهذا الصراع بتقديري يعني ورؤيتي أنا للأمر هي هكذا. ولكن يعني كانت الأمور لربما تتجه نحو التهدئة، خاصة مع يعني دعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء، فما الذي حاول الإطار تحقيقه يعني بالتصعيد؟ نعم، هو الحقيقة الذي جرى يعني من أمر السيد مقتدى إلى أتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء هو أشبه بنزع فتيل الصراع الدموي الذي كان سيحصل. هو تصرف بتقديري بأخلاق الفرسان. هذا بقي عليا من بقي على الطرف الآخر، لما الغريم ينسحب يفترض بالغريم الآخر أيضا ينسحب، وبالتالي يعود الجميع إلى التفكير بأسلوب جديد وبإرادة جديدة. لكن العملية صارت هي أشبه بملء الفراغ، يعني لما ينسحب الطرف يحاول الطرف الآخر أن يستحوذ على المكان الذي تركه الغريم، وهذا ما حصل. يعني الآن هم يردون يعني تمشية تشكيل الحكومة على وفق مقاساتهم، يعني المقاسات السابقة، وبالتالي هذا يعني أننا عدنا إلى المربع الأول، عدنا إلى المحاصصة وعدنا إلى الطائفية وعدنا إلى توافقية، وهذه ما يرفضها الشعب ويعني رفضها التيار الصدري قصدي. لكن يعني يبدو أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه يعني مردوداته خطرة. أنا بتقديري الذي حصل في البصرة يعني أمس واليوم، اليوم تقريبا يعني بعد الظهر المحافظة هدأت يعني تقريبا، هي جس نبض. يعني هذا الصراع إذا استمر وبالتالي حينما يسكت الخصوم سيتجه هذا الصراع باتجاه الأصوات المدنية الرافضة للفساد ولنهج المحاصصة الطائفية والإثنية التي أغرقت البلد وضيعت ثروة البلد وضيعت تطلعات الشعب وضيعت كل الإنجازات التي تحققت عبر مسيرة النضال الطويل لشعبنا العراقي. سيد عبد الله، يعني إلى أي حد برأيك من الممكن أن تنهي أحداث البصرة كل الجهود للتوصل لتفاهمات بين الصدر والإطار؟ والله هي يعني أنا أشبهها العملية أشبه ب أعتذر منك دكتور حسين، أشبهها نعم. أتوجه بالسؤال هنا إلى السيد عبد الله، تفضل أستاذ عبد الله. الأحداث الدموية اللي حدثت في البصرة هي ليست الأولى على الشعب العراقي، وليست الأخيرة. هذه الدماء العراقية 1000 شهيد في تشرين و25 ألف معوق في تشرين، وقبلها المغيبين، وقبلها سبايكر، وكثير كثير من الجرائم التي مورست ضد الشعب العراقي لا تعيق هذه العملية أو التفاهمات. فإذا حدثت التفاهمات وحدثت التوافقات على المناصب والمغانم
عند ذاك لا البصرة تؤثر ولا أحداثها ولا دم الشعب العراقي ولا جوع الشعب العراقي ولا أمراض الشعب العراقي تؤثر على هذه الأطراف التي كل همها هي المغانم وخدمة أجندات أجنبية خصوصا الأجندة الإيرانية. فبالتالي لا تعيق أي شيء إذا حدثت هناك توافقات وتفاهمات فيما بينهم على المناصب والمغانم التي هي أساس المشاكل في العراق وأساسها هي العملية السياسية الفاسدة التي خلقها المحتل. الإشكالية ليست في أحداث دموية هنا وهناك، وإنما الإشكالية في نوع النظام ونوع الأنظمة السياسية وتفاهماتهم وسرقاتهم على الشعب وقتلهم للشعب العراقي. فلا هناك تأثير على لا أحداث البصرة ولا غيرها على الواقع يبدو المرهق للشعب الوصول إلى العراقي. اتفاق، يعني برأيك هل يبدو الوصول إلى اتفاق قريبا مع هذه الأحداث التي نراها؟ هو العملية السياسية انسدت، لا يستطيعون إيجاد مخرج. يعني مهما حاولوا حتى إن عادوا الانتخابات سيعودون نفسهم وتعود كما يقول العراقيين تعود نفس الوجوه ونفس التدوير نفس القمامة إلى هذه وتبقى الأزمة وتستمر وتتفاعل وتكون هناك ثورات عديدة للشعب العراقي وأهم الثورة الكبرى التي ستزيحهم. قد تكون هناك توافقات لكنه لا تجد لا حلا لا لمشاكلهم فيما بينهم ولا مشاكلهم مع الشعب العراقي. فهي هاي الإشكالية هنا أن هم لا يستطيعون إيجاد حل لا مشاكل بين فيما بينهم على المستقبل لأنه العملية انسدت ولا يمكن إيجاد مخرج سياسي ولا مخرج اقتصادي ولا عندهم قادرين أن يبنون برنامج سياسي وطني ولا يستطيعون أن يتحولون من المحاصصة العميلة إلى إلى الوطنية. من المستحيل أن يتحولون إلى إطار شامل وطني، هذا من المستحيل لأنه طبيعة تكوينهم وطبيعة قدومهم وطبيعة المهمات المناطة بهم هي طبيعة غير وطنية. هذه هي الإشكالية الكبرى. فإن حدث وإن اتفقوا فلن تنفعهم ولا تنفع الشعب العراقي. نعم دكتور حسين، يعني كيف تفسر طلب قيس الخزعلي من أتباعه إغلاق مكاتب العصائب في عموم العراق؟ هل هناك توقع من قبل الخزعلي لرد فعل قوي من الصدر أم ماذا برأيك؟ بالتأكيد هو خشية الرد العنيف الذي قد تمارسه سرايا السلام في مقراتهم. يعني هذا واضح. العملية مثل ما تفضل الأستاذ عبد الله، الحقيقة هي يعني الطرفان المتصارعان الآن اشتركوا جميعا في قتل التشرينيين وقمعهم، ولكن أي اتفاق أو أي شراكة إذا لم تكن مبنية على مبادئ وميثاق شرف فحتما ستظهر التناقضات الثانوية بين المتحالفين. التناقضات الثانوية هنا ليست مبدئية، إنما تناقضات غنائم، تناقضات مصالح. فإذا صراع المصالح حتى وإن هدأت الأمور يعني في مكان ما لابد ستنفجر في مكان آخر. لماذا؟ لأن وصلت الأمور بين الطرفين إلى بنسميها إلى مرحلة كسر العظم، وبالتالي الكل له أتباعه وله بإمكانهم أن يشعلوا دمارا وحربا أهلية طاحنة بالذات في الجنوب. هذه الأمنية يعني من أين جاءت في الحقيقة؟ من الاحتلال الأمريكي الذي هشم البلد وبالأخير سلمه إلى إيران. فهو صراع يعني اللعبة اللي تجري في العراق، الخيوط بيد يعني في واشنطن وفي قم، الخيوط هذه المتشابكة. فهي بالظاهر تظهر متشابكة ولكن بالداخل متفقة على تدمير الشعب العراقي. لأن هذا الشعب إذا نهض وإذا اتحد
وبما يمتلك من عمق تاريخي كبير ومن ثروة هائلة سيكون عملاق في المنطقة، وهذا ما لا يخدم توجهاتهم في المنطقة. هم يريدون المنطقة ضعيفة متقاتلة فيما بينها، هذه أهدافهم يعني هي معلنة ومعروفة. هذه المسألة. يعني النتيجة الافتراء أنا بتقديري سينبثق تشكيل جديد إن شاء الله سيسهم في كنس كل هذه الوجوه الكالحة التي لطخت صفحة العراق الخاطئة. نعم. دكتور حسين، يعني بالعودة إلى موقف قيس الخزعلي، هل قرأت منه تراجعا عن مواقف سابقة أم هروبا أم ماذا؟ هو أنا أفسره بالانسحاب التكتيكي، يعني يريد يفوت الفرصة يعني حتى لا لكي يظهر أنه أيضا هو محب للسلام ولا يريد إراقة الدماء. يعني هي هكذا، لكنه هو يعني خشية بالتأكيد من يعني ردة فعل سرايا السلام. نعم أستاذ عبد الله، يعني وفقا لما ذكره قيادي في الإطار التنسيقي فإن الإطار ماض في تشكيل الحكومة، هذا التصريح ومثله من التصريحات، يعني كيف تتوقع أن يكون رد فعل الصدر وأنصاره عليها في ظل تصميم الإطار كما ذكرنا على العودة للمربع الأول؟ كيف سيكون رد فعل الصدر؟ قبل أن أجيبك على سؤالك هذا أود أن أضيف معلومة حول مكاتب العصائب، لماذا أغلقت. في الحقيقة في المواجهة الأولى، في اللحظات الأولى من هجومهم في البصرة تبخروا تماما، وبالتالي كثير من المكاتب تبخرت يعني ليس بأوامر، فاتصل مكتب القيادي الخزعلي بكثير من المكاتب لم يجدها، فبالتالي هذا يعني انعكس انعكاس نفسي. والشعب العراقي يعرف مدى يعني الآن عرف تماما من هم، قوتهم وبقائهم في المكاتب وقوة السلاح أو غيرها، فهربوا هروبا يعني مخزيا يعني بالنسبة لهم، يعني احنا متوقعين هذا. فبالتالي هو صدر هذا ليظهر نفسه على أنه هو محب أيضا لسلامة المواطن. إذا كان مضطر لهذا الإعلان، هاي الإشكالية، فهذا فقط حبيت أضيفها. أما بالنسبة إلى تشكيل الحكومة وغيرها، هذا لا يتم مهما حاول الإطار إلا بالتوافق، وهذه هي سنة العملية السياسية كلها أنها مبنية على أساس التوافق، ولا يمكن أن يشكلوا أي حكومة من المستحيل بدون أن تتوافق جميع هذه الأطراف. فبالتالي هذه كلها مناكفات سياسية ومحاولة لإضعاف جماعة التيار، وفي لقاءات سابقة أشرنا على أنها هي محاولة لطرف عن طرف، وتوجد في الإطار هم طرفين معاديين إلى التيار بشكل مباشر اللي هو جماعة المالك وجماعة الخزعلي، وهنا بالجهة الثانية الصدر. فهذه فقط مناكفات ما بين هذه الأطراف، ليس إلا ولا على الواقع واقعهم لا يمكن تشكيل حكومة. ولكن نعم، ولكن يعني أستاذ عبد الله، يعني كيف ترى موقف الصدر؟ يعني يبدو أنه ألقى بكل أوراقه، ما هي أوراق القوة التي ما زالت بيده والتي يمنع بها تشكيل حكومة جديدة؟ إذا الصدر أو يعني إن لم يشترك فيها لن تكون حكومة، وإن لم يشترك فيها الإطار لن تكون حكومة، وإن لم يشترك فيها الحلبوسي لن تكون حكومة، وإن لم يشترك فيها الأكراد لن تكون حكومة، هي هذه هي أطراف الحكومة. فبالتالي لا يمكن تشكيل حكومة بدون الصدر، لذلك هو يرمي كل أوراقه، وكل هو أوهم الشعب العراقي بأنه سيحقق لهم نصرا كبيرا، وبالتالي خذل الجميع، وخذل حتى يعني أنصاره، يعني ثلاث شهداء لم يدفنوا أرسلهم الأخ للنار، يعني هاي المشكلة. يعني المشكلة في الصدر وليس في الآخرين، إنه هو ركن، يبقى ركن من أركان العملية السياسية، لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الصدر، ولا موافقة الصدر وحدها لا تكفي إلا مع موافقة الأطراف الأخرى.
نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي من البصرة الذي انضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث العراقي الدكتور حسين الشمري، شكرا جزيلا لكم.